السلام عليكم يا اخواتي، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده انا جاي لكم بمقلب جديد. المقلب هيبقى عباره ان انا هروح لروسيا اقول لها ان انا اجرت عربيه في فرح واحد صاحبي، والعربيه اتدشملت خالص، والعربيه محتاجه 200,000 جنيه. اصبح ان احنا مش هنقدر نجيب الشقه اللي هنتجوز فيها، فاصبح ان احنا هنأجر شقه وهنقعد فيها لحد ما يبقى معانا فلوس، وايه اللي هيتم نجيب الشقه. فهشوف رد فعل بوسي هتوافق ولا لا. تعالوا معايا. بص يا اخواتي دلوقتي انا هبدا المقلب بتاعي، وانا حاطط الكاميرا في مكان بس مش هتشوفه دلوقتي غير لما اقول لها ان دوت مقلب وكده، فخليكم معايا. وكده كده اكيد اخت نور هتساعدني في المقلب ده. ف اعملي نزلي القناه وانا اساعدك. اللي مش هيعمل لها القناه يلا بينا نعمل زي. شاهد؟ لا. شفت الكيكة يا بوسي؟ لسه على النار. فكروني انا كمان 10 دقايق كده على هبات فعلي. لا فانتي بتعرفش تعملي حاجة عدلة لو سمحت. ايه؟ نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. من دي ما بتعرفش تعمل حاجة عدلة؟ في واحدة لابسة في واحدة لابسة اسدال تقول ايه؟ ده عاملة كيكة وبهبطة. هبطة ما هي ما بتعرفش تعمل حاجة، اسم فاشلة. نسيت يا بنتي، ما كنت فاكره ان هي فيها بيكنج باودر، ما اعرفش. مع اني امي شاطره والله، كانت عايزه تعمل. يا بنتي يلا يا بنتي، عشان هو قال لي عايزه اتكلم في موضوع وانتي موجوده قبل ما انا عايزه اخش انام. انجزي بقى. اكون كده انجزي. احسن. انتي لازم تتبرجي على الطبيخ عشان تتجوزي. انا عايزك يا بوسي عشان في حوار ضروري بخصوص الشقه يا حبيبي. بجد؟ ما انا هفضل طول عمري بلعب بيكي. قصدك انت بتلعب بيا؟ ايه عملت؟ لا قشطه. ما ايه ده؟ لا تقلص. قعدي شويه. لا. ما يا بنتي. شغال عندك. بوسي. ايه؟ انا دلوقتي معايا مشكلة كبيرة ومش عارف اعمل فيها ايه. خلي بالك بعد كده لما تكون جاي لي بعرفني عشان البس الطرحة. عشان خلاص بفكر ان انا اتحجم واطلب الى الله. رحت فين الترمسية؟ انت عايزني في ايه؟ يا صار بيت غالي قوي يا بابا. بصي ايه هي حلوه يا جماعه، الدنيا غاليه غاليه قوي. بصي ايه في مالك؟ اعطيني قفش ليه كده؟ اضحك، الحياه حلوه. اسكتي بقى. فاكره من 3 ايام لما كنت رايح فرح واحد صاحبي وكنت مأجر عربيه؟ فاكره كان فرح اخو شوقي ولا مين؟ ماله بقى؟ ال كنت شارك انت وصحابك صح؟ كنت انا اللي سايقها يا بوسي. انت اللي سايق ازاي؟ انت ما بتعرفش تسوق اصلا، انت عبيط. انا اللي كنت سايق يا حبيبي. انت ما بتعرفش تسوق. ما عملت حادثه والعربيه، كنت فاكر ان الحوار انت كويس؟ من 3 ايام. يعني حصلش اي حاجه ولا تعورت ولا حصل اي حاجه؟ الحمد لله. الحمد لله. كنت فاكر ان الحوار سهل وجت سليمه وميه ميه، بس لما رحت لصاحب العربيه اتكلم معاه راح قايل لي هوديها للتوكيل، والتوكيل هو اللي هيقول انت هتدفع كام. وانت اللي هتدفع لوحدك ولا انتوا مش كنتوا مشتركين؟ انا اللي كنت سايق العربيه. بعدين العربيه حصل لها ايه؟ جابت نص. يعني ايه جابت نص؟ اللي هو اللي قدام كله الدشمل. انا كنت فاكرها حاجه هتترد وكده، راح موديها للتوكيل. ثواني، نفس اللي قدام الدشمل، امال انت ما حصلكش حاجه ازاي؟ ما هي بيبقى جواها وساده هوائيه، الوساده الهوائيه دي اول ما بتتخبط تنفش في وشك. انا ما رضيتش اقول لك، ما رضيتش اقول لامي ولا اي حد علشان ما حدش يتجي عليا. مفيش حاجه في وشي، مفيش حاجه في وشي. دلوقتي التوكيل
الوكيل قال لصاحب العربيه ان العربيه هتتكلف 200,000 ايه؟ ايه ده؟ 200,000 جنيه يا عربية تهدي. كانت عربية مرسيدس 2020. طب وبعدين؟ صحابك فين؟ العربيات غالية. صحابي مش هيدفعوا حاجة. صاحبك قال لك ايه؟ عشان انا اللي كنت صحابي كلهم بيقولوا لي انت اللي سايق، انا مدبسهم كلهم. وغير كده كمان انا اللي مأجر العربية بالبطاقة بتاعتي. يعني هم عادي يدفعوا ما يدفعوش مش فارقة. انا اللي هلبس. انت مأجرها بالبطاقة؟ طب هم مش كانوا مشتركين معاك؟ ما خدتش بطايقهم. ما هو انا اللي كنت جايب العربية، فانا كلمت حياة على الحوار دوت. فيا نور قالت لي بدل ما تجيب الشقة ادفع الفلوس ديت عشان ما تتحبس. فانا دلوقتي قدامي اختيار، يا تحبس يا تشوف حوار الشقة ونجيبها. فانت شايفة ايه؟ يعني ايه تتحبس ونشوف حوار الشقة دي؟ ما هو انا لو ما دفعتش، هو انت عايز تاخد فلوس الشقة بتاعتنا وتروح تديها للراجل؟ انت مش عارف احنا بقالنا قد ايه ولا كام سنه بنحوش الفلوس دي؟ احنا اصلا مش لاقيين شقه بالسعر ده، مش لاقيين شقه اصلا بالسعر اللي انت بتتكلم فيه ده. طب العمل ايه يا ابوس؟ هتحبس؟ العمل ان اتحبس ولا اتصرف ولا ايه؟ قول له ان انا معيش فلوس دلوقتي، مثلا قول له اقسطهم لك ولا ايه؟ قلت له، قال لي لا انا عايز الفلوس كاش علشان اروح اوديها للتوكيل واصلحها عشان انا حالي واقف. فانا دلوقتي اعمل ايه؟ طب رأي مامتك وباباك ايه؟ محدش فيهم يعرف، وانت اول واحده تعرفه بعد كده بوسي. فانا جيت اقعد معاهم دلوقتي علشان اشوف حل، عشان تقول لنا ان انت هتاخد فلوس الشقه وهتدفعهم. طب واحنا بقى نقعد كام سنه بقى لما نجمع غيرهم؟ طب انا اعمل ايه يا بوسي؟ هيتحبس يا بوسي؟ لا اكيد مش هيتحبس، بس هنعمل ايه طيب؟ احيي عبده ما جاب يتعيطش، احيي خلاص خدهم. عبده ما تعيطش. ايه ده يا عبده؟ طب خدهم والله. انا بس انا مصدومه ان احنا كنا خلاص هنتجوز. عبده لا يا حبيبتي، احنا هنجيب الشقه وانا هتحب. طب لا ما تتحبس بجد. وانا طب لما انت تتحبس هتتجوز مين؟ هي الشقه هتتجوز مين؟ ايه ده حبيبي؟ مش عارف ليه بيحصل معايا كده. فداك 1,000,000,000 عربيه، فداك 1,000,000,000 عربيه. قدر الله ما شاء الله. المهم لو ما دفعتش الفلوس بكره انا هتحبس. نور البتاع ريحتها طلعت، استنى طبعا عشان ما تتحرقش، عشان نعمل شكلي اروح الاقيها فاحمر. نعم انها المخدر. ايه؟ تعب مني ولا ما تعيطش خلاص. عبده خلاص حقك عليا انا خلاص. يعني احنا عمالين نحوش بقالنا سنتين. خلاص يا عبده بقى هنحوش غيرهم ان شاء الله ربنا هيعوضك. عبده ربنا هيعوضك، هتحوش غيرهم. الله يقعد. انتوا بتهزروا يا جماعه؟ انا مش معايا، لو معايا 100,000 جنيه مش هتلاقوني هنا. عبده انا اروح اسافر الخليج. حل يا حبيبي، صلي على النبي بس كده وقول يا رب. انا اعرف على ثانيه يعني اخد الفلوس واروح اديها للراجل، هو ده الحل الوحيد يا بوسي بدل ما اتحلف. طب ما خلاص يا عبده قلت لك الدوام، وطبعا هنعمل ايه؟ هنجيب الشقه ازاي؟ ربنا يكرمك ان شاء الله، وانا باذن الله لو جالي فلوس ولا جالي اي حاجه هشيلهم برضو والدنيا هتمشي. سنتين كمان يا بوسي، سنتين كمان. ربنا ما تعرفش، ربنا ما ينساش حد. مش ممكن ان شاء الله ربنا يكرمك ونجيبها. انت تقبلي ان احنا الاثنين نتجوز في ايجار؟ هو انا عن نفسي عادي اتجوز معاك في ايجار او اي حاجه عادي، والله ان شاء الله اتجوز في بيتكم. بس الفكره بابا مش هيرضى. بيت مين؟ ابويا مش هيرضى. انت عارف ان انا اصلا
بتمنيها من ربنا ان انا وانت نبقى عايشين مع بعض صح؟ الزوجة الأصيلة. ايوه طبعا. امال انا لو ما وقفتش جنبه يعني مين هيقف جنبه غيري؟ طب يا بوسي ده بقى لو يا روح قلبي ومفيش اي حاجه ومفيش اي حاجه والكاميرا هناك هي اختي كور بتساعدني في الموضوع. تعالي بس قول لهم باي واعمل لهم باي هناك. جربي كده اعمل لهم باي. دور اختك بعمل ايه؟ سيبك كده مش عامله باي. السيارة في المكان الجديد وانا بعيط. اوه بس يا جدعان بدات اعرف بس انا بعرف امس بس لا انت مش هتاخد ال 200 الف جنيه بتوع الشقه. قولي له 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 قولي له 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 هو ده كل اللي همك بجد؟ انت مش هتاخد ال 200 الف جنيه بتوع الشقه؟ لا كنت بختبرك يا روح قلبي. يعني انت خلاص ان شاء الله باذن الله هنكمل عليهم ونجيب الشقه ان شاء الله. هتيجي؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لان انا كنت بفكر ان انا وانت خلاص كده لازم نبعد، لان انا مش هستنى سنتين تاني واكون جنبك السنتين دول واقعد انا استنينا سنتين عدوا استنى سنتين تاني قبل ما نتجوز ولا 3 سنين وحلك بقى ان عرفنا نتجوز اصلا. فالله انا كنت بصراحه كنت بفكر ان انا شهرين واخلعك، بس الحمد لله يعني هو طلع مقلب والحمد لله ربنا بيحبك ان انا ما كنتش هسيبك وكده. قلت لي فين الكاميرا؟ قلت لي فين الكاميرا؟ ها؟ شهرين وتسيبيني وتخزقيني؟ ايوه انا خلاص بقى انا اصلا مش هستنى سنتين تاني وبعدين انت لسه عندك جيش. فاللي هو انا كنت بضحك عليك اللي هو ايه ده؟ طب يا بوسي حبيبتي انا لا انت اصلا سنتين وهتدخل الجيش. انا عايزه سريع عربي يبقى جاهز. انا كنت بضحك عليكي ومفيش مقالب. بضحك عليك ومفيش مقالب يا بوسي وهدفع 200 الف جنيه. كدايب ليه؟ كدايب. انا ما اعرفش. ماشي يا بوسي قدري ان مفيش شقه جايه. بتهزر ولا ايه؟ قدري ان مفيش شقه جايه وقدري كمان شهرين يا حبيبتي سيبيني وخزقيني. معلش خزقك يا حبيبي. انت عارف عني كده؟ اه اعرف عني كده. مصلحة انت عارف عني كده؟ مصلحنجية وانانية. طيب طيب يا جدعان في نهاية الفيديو زاروا قطر؟ زاروا قطر. يلا 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 بيضة. انا اسفة انا اسفة بس ايه رأيكم يا جدعان؟ اه يا جماعة ايه رأيكم في الحجاب؟ حجاب ايه؟ الاسداد. لا الحجاب ايه في كل الحجاب دي هتقلب عليكي مش هتقعد. مش هتقعد. بصي اتحجبت الحمد لله الحمد لله الله اكبر اتحجبت. بكره ان شاء الله هتشوفها فيديوهات بالحجاب وان شاء الله خير الحمد لله ربنا هداها وتولاها الحمد لله. بصي لابس كده. بصي كانت بتصلي العشاء. وفي نهايه الفيديو اللذيذ اللطيف دوت يا جدعان اود ان اقول لكم سهره سعيده او صباح الخير او مساء الخير على حسب. اعملوا فولو لصفحه نور انا هحط اللينك بتاعها تحت. واعملوا فولو للبنت الكحيانه ديت وفعلوا لي زر الجرس بعد اذنكم طبعا. باي يابا.